السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. أهلا وسهلا بكم وميت هلا. اليوم احنا نتعلم سلم الحجاز. قبل ما أبدي، دورات أونلاين تعلم العود والغناء العربي، وأيضا نفس الرقم اللي هو أسفل الفيديو على الواتساب أيضا تراسلوني عليه، وأيضا الإشراف على رسائل الماجستير. أشرب بكم وأهلا وسهلا بكم، ويا ميت هلا ويا مرحبا. اليوم نشوف حاليا أمامنا بقضية أمامنا الآن في السلم الحجاز حتى نقدر نتعلمه ونعرف الطريقة الصحيحة اللي هي دائما يخوننا التعبير ويخوننا انه كيف نعرف هذا المقام وكيف نأدي. هذا طبعا موجه الى الاثنين، الى تعلم العود وايضا موجه الى الغناء. يعني كيف؟ يعني احنا عندنا راح ناخذ من الطبقة المتوسطة، راح ناخذ طبعا الحجاز، مقام الحجاز يبدي من الري وينتهي بالري. فعندنا ري مي، لاحظ، ري مي فا صال لا، لاحظ هنا عندنا سي بيمول مي بيمول. فاذا شو يصير عندنا؟ ري مي فا صال لا سي دو ري ري، لا تاخذ نفس، ري دو سي لا صول فا مي ري. زين، كيف احنا راح نعرف هالطريقه؟ انا اعلمكم كيف راح تاخذون الطريقه وكيف راح تعرفون الفرق. ناخذ من خلال مو السولفيج والنوتات باللا، يعني اما منا ناخذ بال طبعا ب الام او باللا او ما ناخذ بالسولفيج، يعني ناخذ باللا. يصير عندنا لا 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 لا. فيصير عندك البداية ديك لا 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 لا. اوكي، راح يصير عندنا لا 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 لا. اوكي، فيصير عندنا لا 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 لا. يعني مثلا احنا نريد نبدي نقول مثلا عندنا نقول في طريقته، نقول مثلا نقول في بالعود الآن، بالعود هسه حاليا بالعود راح ناخذه بالعود يكون اوضح. ف مي فا صول لا سي دو ري ري دو سي لا صول فا مي لا 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 لا. يعني لازم انت يبقى عندك المقام في بالك، لازم يكون حفظ عندك. يعني هسه انت بتقول نعاود تقول دو ري مي فا صول فا مي ري دو، في فرق عن الحجاز. ري مي فا صول لا صول فا مي ري. اوكي، فاكو فرق بينه وبين النهاوند وبقية المقامات، لازم تكون فرق عندك من خلال ما تتمرن وتتذكر النغم، وبالتالي تقوم تعرف المقامات من أول فقرة.
هذا واحد. الفقرة الثانية شنو؟ الفقرة الثانية تقدر تعرف الحجاز من الدولاب مالته. سي سي لا لا زن زن بابا زن زن بابا بمي صال بابا بمي ران ريمي باصل لا باصل لا 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 اوكي. وبالتالي ايضا عندنا العياش ايضا يخرج من الحجاز وطور العياش، وعندنا حجاز كار ايضا من، وعندنا النقريز ايضا، فهو كله من الحجاز عدة فروع. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى وتحياتي لكم مرة اخرى، ولا تنسون الاشتراك بالدورات الموسيقية، موجود رقم الواتساب اسفل الفيديو. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى وثالثة، لا تنسون اللايك والاشتراك بقناتي، واللي يحب يشترك بالدورات موجود رقم الواتساب اسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.